أهلا بكم إلى عدد جديد من برنامجكم اليومي التفاعلي تواصل.com. نناقش وإياكم اليوم أعزائنا المشاهدين أربعة ملفات لأخبار وموضوعات شغلت العديد من النشطاء العراقيين عبر فيسبوك وتويتر. البداية ستكون مع أحوال المساجد الأثرية في العراق في ظل الإهمال الحكومي بحق هذه المساجد تحديدا في البصرة وفي ذي قار. بعد ذلك نتجه إلى موضوع آخر أيضا في محافظة البصرة، لكن هذه المرة عن المحكمة التي حكمت بحبس سائق قطار سنة كاملة بسبب اصطدامه بسيارة ابن مسؤول يقال إنه كان يقود مخمورا. ثم سنتجه وإياكم إلى الحي الصناعي تحديدا بمحافظة القادسية ونطلع على أحوال الناس هناك والتفاصيل أخرى في هذا الملف. أما الختام فسيكون مع الواقع الطبي في العراق وسط نقص الكوادر الطبية وشحة رجال الإسعاف في أغلب المستشفيات. أهلا بكم من جديد. البداية إذن مشاهدينا ستكون مع حال مسجد ومرقد الصحابي أنس بن مالك في البصرة الذي يعاني الإهمال، لا أحد يهتم على المستوى الرسمي بحال هذا المسجد. نتابع. هذا هو مرقد سيدنا الصحابي الجليل أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم في البصرة في الطريق ما بين المطار المدني والشعيبة في البرجسية. ماذا فعل لكم خادم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا الموقع في البصرة، هل داعش في البصرة؟ انظروا إلى هذا المرقد. إذن هكذا أصبح حال المواقع الأثرية والمساجد القديمة في العراق. لا وزارة سياحة، لا حكومة، لا أي جهة للأسف تهتم بمثل هذه المواقع الأثرية التي تحفظ تراث هذا البلد. إلى مشكلة أخرى تحديدا في مسجد فالح باشا السعدون الصغير والكائن في ذي قار، وهو الآخر يعاني أيضا من الإهمال الحكومي. نتابع. تأسس جامع فالح باشا الصغير عام 1869 في محافظة ذي قار، وكان له دور بارز في تحقيق التعايش السلمي بين أطراف المجتمع. وأسس هذا الجامع فالح باشا ناصر أشقر اللي كان هو رئيس قبائل في ذاك الفترة، وله يعني خصية كان بهذا الجامع كما يعتبر تراثي لحد الآن، هو محافظ على الطبعة التراثية اللي تعتبر نكهة المجتمع محافظة ذي قار. للأسف هكذا أصبح حال المواقع الأثرية في العراق. هذه نسخة أو نموذج من العديد من النماذج التي لم تصلها ربما الكاميرا، أو التي ربما لم يتسنى لنا أن ننقلها لكم في مثل هذا البرنامج، ولكن نقلنا سابقا العديد من المقاطع التي تثبت أن هناك إهمالا
على صعيد المواقع الأثرية بشكل عام وليس المساجد عفوا فقط. الآن سنذهب إلى موضوع آخر. سائقو قطارات البصرة يتحدثون عن احتمالية أن يقوموا بالإضراب فيما يتعلق بالنقل من بغداد إلى البصرة والعكس، وذلك بعد حكم من المحكمة باعتقال أحد السائقين اصطدم بسيارة ابن أحد المسؤولين. ومتحدث يؤكد أن ابن أحد المسؤولين كان يقود سيارته وهو مخمورا، لكن الحكومة رأت أن تعاقب سائق القطار لا ابن المسؤول. دعونا نتابع. بسم الله الرحمن الرحيم. اجاني خبر باصطدام سائق حسين كان طالع سريع بسياره بالديوانيه، والمعبر اللي اصطدم اصطدم تابعه لابن المسؤول. ابن المسؤول من اصطدمت السياره هذا ابن المسؤول، ها، ومعبر غير نظامي. يقال واللي سمعنا ان اكو تقارير موجوده وعن طريق المفارز يقول هذا مخمور. فاحنا نريد نعرف هذا المخمور، يعني لما اجوا وحققوا بهاي القضيه وذبوا سائق القطار بالحجز والنوبه حكموه، شنو الاداء؟ حكموه سنه. انا بدي اعرف شغله واحده بس ببالي، اقول هذا القاضي لما حكم سنه هل بلغ مدير عام السكك؟ هل بلغ قانونيه السكك المنشاه العامه للسكك الحديد؟ قال لهم عندكم سائق قطار راح احكمه سنه، ما قدامي قانون، جيبوا لي القانون مالكم حتى اقدر اشوف انظر بقضيته. زين، هل هاي الاوراق اوراق الطبيه اللي طلعت هل ملفقه على هذا الشخص سائق القطار؟ ها، والحكم؟ زين، التقارير الطبيه او غير التقارير الطبيه من مراكز الشرطه هل بيها تزوير والحكم صاحبنا؟ احنا نريد هاي الامور كلها تحدث قدامنا، والا احنا نحمل مسؤوليه، جميع مسؤول نحمله على هذا الشخص سائق القطار حسين. شو راح تسوون؟ احنا اذا في حال ما يطلعونه احنا نوقف القطارات، احنا نبلغ بغداد سواق قطارات بغداد، مفتش قطارات بغداد بالخضوع المن لسواق البصرة، ها، بالتحري على هاي القضية، والا ها نسوي اضراب عام وما نطلع بسبب هاي المشكلة. هكذا إذن يتم اعتقال سائق القطار دون الرجوع الى إدارة السكة الحديد، دون النظر بالتقارير الواردة عن هذه الإدارة، دون الأخذ بشهادة العاملين بالسكة الحديد. وكيف وقعت الحادثة ومن المذنب؟ هل هو سائق القطار أم سائق العربة المخمور كونه ابن أحد المسؤولين وبالتالي فإنه معفى من أي محاسبة كما يرى العديد من العراقيين؟ نبقى في أحداث وأحوال القطارات في البصرة بغداد. رحلات مرعبة لقطار البصرة بغداد ودعوات لضرورة التدخل الأمني العاجل. جامة كسر. يعني كسر وجه قطار مكاسي. الرحمن الرحيم. طبعا احنا هاي كل سفرة هاي معاناتنا، هاي من 500 عندنا الرمويلة، عندنا المنصور، عندنا كل مكان بالسماوة بالناصرية، كل محافظات العراق يشامرون الحجر هذا ويكسرون على المسافرين. كان سياحي وكان منام نفس الشيء، يكسرون علينا الجام، الماكينة، الطاقة، هاي احنا 24 ساعة هاي معاناتنا. يعني من أول ما أجى القطار، هذا تو أجى القطار، هذا قطار حديث صيني. هذه الظاهرة سابقا موجودة من ذاك الزمان لهذا الزمان. ذاك الزمان كان حماية طيارات تحمينه من الهور، هسه لا، اختلفت النوب الحجر، ما هذا من الحجر ما حد يحمينه. ليش؟ شو الحل مثلا؟ الحل القوات الأمنية تفتر مثلا من يطلع القطار، ثلاثة أربعة منها كل محطة. ما معقولة قطار من البصرة لبغداد قوات أمنية على طول؟ لا، كل محطة بيها شرطة، بيها كل محطة بيها شرطة، بيها حماية من البصرة إلى بغداد مثلا. هاي يخبرون أثناء المسير ينضرب، يعني بكل مكان من بغداد إلى البصرة، حتى من بغداد إلى الفلوجة. ومن حال قطار البصرة بغداد، هذا الحال المرعب الذي يستدعي تدخل فوري من المسؤولين المعنيين بهذه الكارثة قبل أن تقع، التي ربما تقع ولكن يعني مصائبها
لا ترصدها بعض الكاميرات أو لا يبلغ صداها مسمع للأسف الكثير من المسؤولين. هذه الحادثة المستمرة بشكل شبه يومي، منها ننتقل إلى ملف خدمي يمس حياة المواطنين عن كثب وبشكل دائم، إلى حال الحي الصناعي في قضاء الحمزة الشرقي تحديدا بمحافظة القادسية. نذهب إلى هناك. بعد ما ناشد حكومة الشيعة الجعفرية، يلا كل محل يسطون شهر، والله مليون مليون بالسنة. سطع عماد سنة في العماد 750 خدمات اكو؟ وين الخدمات؟ الله وكيلك ما شايفينه. تعال علي يوسف، تعال شو اكو بحسين؟ شو صحتك؟ سطور بحسين الايجار سنوي للمجلس البلدي للبلديه واردات ايش تطون؟ خدمات ليش ماكو بحي صناعي؟ خدمات الدوله ما عندها فقير اخوتي. انتم بتطون ايجار ولا ما تطون؟ ايجار ونفايات. ايجار ونفايات؟ خدمات ماكو. خدمات ماكو. وهذا واقع حي صناعي، المحلات كلها الواد شردت بروحتها على الزليت. عامة بس يريد واردات واردات الحمزة، هسه واردات الحمزة ما يردون واردات الحمزة، يردون واردات حي الصناعي. يقولون زي ما صدام حسين كانت شغلات بسيطة. ايه بس خدمات كانت يطلع شغل. يعني بزمن صدام حسين الحكومة الإسلامية. في إطار هذه المعاناة الإنسانية التي تمس عصب حياة المواطن البسيط، وبدلا من صرف الكثير من الأموال من ميزانية الحكومة والأحزاب التي تتشكل منها هذه الحكومات، بدلاً من أن تصرف على واقع الناس الفقراء والبسطاء في مختلف المحافظات العراقية، نجد أن هناك دوراً حكومية للأسف يتم بناؤها والاهتمام بها وبتهزيينها وبزخرفتها على حساب معاناة الإنسان العراقي البسيط. بناء دار حكومية جديدة الهدف منها أن تكون معدة للضيافة، وتم بناؤها بتكاليف باهظة. تحديداً هذه الدار موجودة في قضاء الخضر بمحافظة المثنى. تعالوا نذهب وإياكم إلى هناك. السلام عليكم. إحنا اليوم قضاء الخضر. قضاء الخضر محافظة المثنى بالسماوة. والله العظيم هذا قضاء إش كبرى، ما بي روضة. روضة للأطفال ما بي. أنا ما ناشد حكومة، حكومة أدري بيها غاسل يدي من هنا. روضة، شوف إش بنوا الحكومة. صور هنا، هذا دار الضيافة، هذا دار الضيافة، دار الضيافة هذا بكم مليار. احنا محتاجين جسر بالعين ومحتاجين جسر بالصبية تسهيل الأمر، هذا أولى. يا أخي والله العظيم بالله الكريم يا عراقيين يا أهل الخضر، والله العظيم هاي عشايرنا، خسيتها البجاولي عشايرنا، والله إذا مطلت نقطت هاي البشطيات هاي الناس، والله العظيم ما تمشي أطفالنا للش اسمه للهذا للمدارس. أطفالنا ما شنو أنت باني لي هذا؟ أنت يعني ما فكرت شنو هذا؟ أنت باني لي بلدية بمليارات، ابني لي روضة. والله العظيم أنا ناشد أهل الخضر إذا خلوا هاي تنفتح وما باني الروضات عز اللهم، والله ما أقدر أقول على عمامي وما أقدر أقول على هذا، يبنون روضات يروحون للعشائر ينزلونهم. هسا المشكلة من المحكمة، صور المحكمة هسا قريب على الحاكم قريب على القضاة. أنت الحكومة مبينة تعال الضريبة، والله العظيم هذا بالمنفي المحافظ، والله تراهن ويا إذا طب للضريبة وقدر لهم وما يقدر للضريبة، والضريبة ما حد يقدر لها متعاملة ويا حساب المدير واحد يسمونه هو بالحرف الأليف. والله العظيم 8 أشهر بسيارتي أخذوا 1,800,000 لو تحسبها بيش اليوم. الآن من التقصير الحكومي مجتمعيا على يعني مستوى البنيان والعمران، ننتقل إلى التقصير الحكومي على مستوى الإنسان. عزما نملك عزانا المشاهدين، نذهب الآن إلى مستشفى الزبير الذي يعاني نقص الكوادر الطبية في ظل ارتفاع أعداد المراجعين من المواطنين. نائب تجبيس مال المستشفى الزبير،
حاليا هنا شخص بحده هذا الحجي شوف بحده هاي ناس كيلها علي شوف وحده هاي من الصبح لهسه هو ياخذ وصولات هو يجبس شو يصير غرندايزر شوف الغرفه شلون نظيفه وين مدير المستشفى مال نحكي مال الزبير تعال انزل شوف العالم شوف الناس شوف شوف هاي الوضعيه شوف شوف الزباله شوف الوساخه وين نايم انت؟ وين غرابة الدنيا مو؟ اي زين ابو جراح كلش هاي الناس كلها كاظه سرا وعلى هذا الانسان بعد هاي لا 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 هذا هم نزل مخطيه مكسوره جم احد هاي مستشفى الزبير ومن معاناة هذا المستشفى إلى معاناة المرضى في مستشفى آخر نستمع الآن للأسف مجبرين نستمع إلى صراخ المرضى في مستشفى الصدر ببغداد وسط حالة من غياب رجال الإسعاف بدأت الطوارئ معكم مغمدين هاي العالم شوفه مضمدين ماكو يا علي ماكو مضمدين كان ساعة اريد واحد ليش الكانون ماكو فارغ المستشفى ما بيها ولا مضمد يلا عديل حمود وصلنا الآن فقرة آراءكم وهي الفقرة التي من خلالها نعرض مقطعا أو مجموعة من الصور التي تركت رجعة صدى في الشارع العراقي عبر موقع فيسبوك وكتب بشأنها الشباب العراقي العديد من المنشورات الفيديو الذي سنشاهده الآن متعلق بقطع الطرقات وما تسببه قطع الطرقات سواء من سيطرات أو من ميليشيات أو من أجهزة حكومية ما الذي يسببه قطعهم للطرقات من معاناة للمواطنين المثال القادم الذي سنشاهده هو لجنازة اضطرت أن تمشي راجلة لا راكبة في سيارات لماذا؟ بسبب الازدحام المروري وقلة النظام المروري تحديدا بمحافظة ديالى تعالوا نتابع وإياكم باعها بسبب الازدحامات اليوم الموجودة بالهارونية فساد الحكومة شوف هاي الجنازة شوف هاي مشي مشي بسبب الازدحامات باعوا مشي بسبب الازدحامات باع العالم باع خطأ المساكين جنازة مع الطرقات الرسمية باوع باوع فوق مالهم السرقات باوع باع الحكومة هاي ايه هاي نتائجها هاي الجنايز باع هاي الجنايز جنازة ومرة وبعد كيلو يمشي باوع كيلو يمشي خلاص من الجنازة مالتكم؟ عمي العزيز من شاربان من شاربان داك باوع الله لا يرضى عليهم من واحد إلى الألف باوع للأسف يعني هاي حكومتنا ولا ما هو بيه للأسف هم متعاركين بمجلس محافظة على مود المناصب خلي يجون يشوفون هنا خلي يجون شاهدتم هذا المقطع الذي يعكس حالة الامتعاض ممن صور المقطع ومن الناس الذين كانوا في هذه الجنازة ويظهرون شيئا من الاستياء أين النظام؟ أين الترتيب؟ أين رجال الأمن؟ أين من يهتمون بحال المواطنين وظروفهم ومعاناتهم فيمهدون أمامهم السبل من أجل حياة أفضل؟ الآن نتابع إياكم أبرز التعليقات التي جاءت على هذا المقطع المصور الذي شاهدتموه البداية ستكون مع منشور لإحسان هاشم يقول فيه صدق جذب بعد شراح نشوف حسبي الله ونعم الوكيل إحسان يقول حتى فيما يتعلق بواقع العراق وهو يدفن موتاه المعاناة لا تطال الأحياء فقط بل تطال الميت حتى وهو يشيع إلى قبره الآن نذهب إلى منشور جديد
المنشور القادم من كتابة أبو سيف العتابي يقول: أقدر حكومة في تاريخ العراق. إذن هي رسالة موجهة إلى الحكومة المتنازع عليها حاليا والتي لم تكتمل، موجهة من مواطن عراقي. إلى منشور ثالث نذهب وإياكم، وكتبه أمير الإصبيحاوي يقول: أمير الله لا يوفقكم، يقصد من الآن سنعرف، يقول: الله لا يوفقكم يا أنذال، الله يهجم بيوتكم يا ما تستحون، ليش هيك؟ مو حرام عليكم جنازة ولكم هاي؟ الله أكبر عليكم، حسبي الله ونعم الوكيل. واضح أن الرسالة موجهة إلى المسؤولين الذين لم يقوموا بدورهم المطلوب منهم ولا منهم ولا بالمهام المنوطة بهم ولا بأدنى واجباتهم التي من المفروض أن يؤدوها إلى العراقيين. إلى منشور آخر نذهب وإياكم. قهطان يكتب: سفله منحطون، الله لا يوفقهم دنيا وآخرة. وهذا أيضا يقصد من قصروا، سواء على مستوى المجلس المحلي، على مستوى المجلس البلدي، البلدية، المسؤولون فيها، أو الحكومة الحالية. إلى المنشور الأخير. في المنشور الأخير نقرأ ما كتبه أبو رواد. يقول أبو رواد: حسبنا الله ونعم الوكيل، حتى الميت ما خلص من السيطرة تماما، مثل ما قلنا لكم أعزائنا المشاهدين، هي المعاناة التي يدفعها أو يدفع ثمنها العراقي حيا أو ميتا للأسف. الآن نذهب إياكم إلى تويتر. الهاشتاغ الذي نشط خلال الساعات القليلة السابقة أعزائنا المشاهدين هو ملجأ العامرية، ويسلط الضوء على مجزرة الملجأ التي وقعت قبل العديد من الأعوام، ما يزيد عن 25 عاما تقريبا. نذهب الآن إلى 4 تغريدات كتبت وذيلت بهاشتاغ ملجأ العامرية. مكي النزال يكتب: ستبقى دماء الضحايا تصرخ في السماء حتى ينزل الله القصاص بقتلة الأطفال والنساء في ملجأ العامرية وسوق الفلوجة. مكي يتحدث عن الانتقام الإلهي الذي لا بد أنه آت يوما. إلى تغريدة ثانية، في تغريدة القادمة عامر يكتب: زرت وشفت حجم الجريمة، لا يمكن وصفها ولا يمكن تخيلها ولا يمكن لصورة أن تظهر جزءاً بسيطاً منها. عامر يتحدث عن ملجأ العامرية أنه زاره وأنه استشعر حينما زاره الكثير من التخوف، الكثير من الرهبة والرعب والاندهاش من هول ما رأى هناك من شواهد حية على جريمة لا يمكن أن تنسى. إلى التغريدة الثالثة نذهب وإياكم، وكتبتها آية. تقول آية: لن ننسى الضحايا ولن ننسى القتلة. إذن هو رسم واضح لكلمات تؤكد أن العراقي لن ينسى حقه، لن ينسى موتاه أو ضحاياه أو من قضوا ظلما، وبالضرورة أيضا فإنه لا ينسى القاتل. إلى التغريدة الأخيرة نذهب الآن وإياكم. أحمد الجراح يكتب: فجر يوم حزين، موت بالماء المغلي ونار في كل مكان، أبواب مغلقة وجحيم يعانق الأبرياء، يوم لا ينسى وكارثة بشرية، مصاب أليم، إلى جنات الخلد والصبر والسلوان لذويهم ملجأ العامرية. ستظل أحداث العامرية شاهدة على الجريمة الأمريكية وكل من تواطأ مع أمريكا في مشهد إنساني يثبت كذب كل أدعياء حقوق الإنسان، ويبقى العراق شاهدا وضحاياه خير دليل. بعد الفاصل نذهب وإياكم إلى المقاطع المصورة. الثالث عشر من شباط فبراير هو اليوم العالمي للإذاعة. إذاعة جمهورية العراق من بغداد.
اكو مشاكل بين المواكب الحسينية اصحاب المواكب او بين الناجحين كذلك المواطن نفسه. هل ستعود إذاعة العراق إلى سابق عهدها؟ إذا كان هناك من يهتم لحال العراق والعراقيين سيهتم لحال الإذاعة، فالاهتمام بالجزء يأتي من الاهتمام بالكل وليس العكس. مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا اليوم من برنامجكم التفاعلي اليومي تواصل.com. نلتقيكم لاحقا وأنتم تتمتعون بموفور الصحة وتمام العافية. إلى اللقاء.